السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتم وعائلتكم يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه خطيره خطيره بمعنى الكلمه، رائعه على تجربه. وهي واحد الوصفه ديال التجاعيد، كتحيد التجاعيد، كتبيض اللون، كتوحد اللون، وهو فيتامين سي اللي كنلقاوه دائما، كنلقاوه في الكريمات ديال التجاعيد، ديال التبيض، ديال كل شيء. هو فيتامين، هذا اللي حنا غنصايبوا هذه الكريمه سهله وفي متناول الجميع، يعني كل شيء كان في الدار. الليمون تبارك الله موجود دابا ورخيص، عندنا الليمون وعندنا الروز اللي طحنته على يدي، والكريم وكريم نيفيا، هذا البروميان ماشي الميتاسيون. ان شاء الله دابا ندوزو للطريقه. غناخدو هاد الحكاكه وناخدو الليمون ونحكوه، هاد الوصفه على يقين الا جربتوها ان شاء الله واعره ورائعه. ان شاء الله اللي تبعتوها غير اسبوع غادي تلاحظوا النتيجه، بالاخص دوك الخطوط الصغار اللي يلا كيتكونوا ان شاء الله دغيا غيحيدوا مع الاستمراريه، راه غادي يحيد التجاعيد كاملين. واللي اي حاجه راه كتبغي الاستمراريه، وكتبيض الوجه وكتوحد اللون. حنا غنفكو دابا هاد الليمون، غنبقاو نفكوه. عجربوا هاد الوصفه على ضمانتي ان شاء الله، كنتمنى تعجبكم وكنتمنىكم تجربوها ان شاء الله. تبارك الله الليمون راه متوفر دابا. انا غنحكو نطلقه. بعد ما حكينا الليمون غندير معاه عشق كبيره، دي عندي صغيره، غندير معاه واحد العشق ديال كريم نيفيا. شو الشكل ديالو كيدير، غنخلطو. دابا غادي نعصرو هاد الليمون المقياس اللي غادي يقدنو، انا عصرها بيدي. هاد الكريمه راه واعره، يعني فيتامين سي راه معروف راه رائع، وتا الليمون اللي تكاين في البرد راه هو كيساعد كيحيد البرد. نخلطو، المهم انا كنخلط وعيني ميزان واش نزيد العصير ولا ما نزيدش. جربوها البنات، رائعه هاد زوين، هاد الكريمه. خصنا شوية الليمون، حيت ما خصوش يكون جاري. المهم غنبقى نعصر ونشوف. المهم هذا هو القوام ديالو، خاصو بحال هكا. ان شاء الله انا غنجربو ليكم. المهم انا فحال زعما ديال الوجه، رائع البنات والله، عجربوه وغادي تشوفوا النتيجه. ودابا البرد هذا نيت خاصنا نغذيو البشره ديالنا، وهو كيغذي وكيحيد التجاعيد. المهم حنا غنديروها بحال زعما تخيلتوا، راه هادي هي وجهي. المهم نخليه هكا، نخليه واحد 15 دقيقه بين ما نشف ان شاء الله ونتلاقاو. بعد ما تزادت 20 دقيقه
ولا 15 دقيقة، المهم على حساب. المهم هي ماشي غادي تكرم ليكم، لأن هي فاني فيها ما غاديش تكرم، يعني تكرم غتبقى شوية سائلة. دابا ان شاء الله غندوزو باش نمسحوها المدافي. هانتوما شوف، هي بعد ما مسحتها وغسلتها رطبة، شوفوا الفرق البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، هادي من الاستعمال الاول، اما لو داومتو مع عليها راه ان شاء الله غادي تبيضكم مزيان وكتحيد التجاعيد. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في كومونتير كي جاتكم الوصفه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.